نبدأ فقرتنا من الكرة الإماراتية، حيث يخوض الشارق المتصدر مواجهة صعبة أمام مضيفه اتحاد كلباء في ديربي الإمارات الباسمة، وذلك ضمن المرحلة 22 من دوري الخليج العربي. ويسعى الملك الشرجاوي إلى الاقتراب أكثر من حسم اللقب، وهو يتعادل بهدف لمثله حتى الآن أمام نموري كلباء. وفي صراع الابتعاد عن خطر الهبوط، يأمل الفجيرة أن يحقق نتيجة إيجابية، وهو يخوض في هذه الأثناء لقاءه أمام ضيفه الوحدة في العاصمة أبوظبي، لكن مهمته لن تكون سهلة، حيث يتقدم أصحاب السعادة بهدفين دون رد حتى اللحظة. ولا يختلف الوضع أبناء دبا الفجيرة الذين يسعون للابتعاد عن دوامة الهبوط، وهم يخوضون مواجهة صعبة أمام الضيف عجمان الذي قدم مستوى جيدا في الجولات الماضية. وتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم البركان بهدف دون مقابل أمام النواخذة. نبقى مع الكرة الإماراتية، إذ تختتم اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى بإقامة 5 مباريات ضمن الأسبوع 18 والأخير، وتشهد الجولة منافسة كبيرة بين فرق المقدمة لخطف البطاقتين المؤهلتين إلى دوري الخليج العربي الموسم المقبل. واقترب خرفكان المتصدر من حسم بطاقة الصعود إلى دوري الأضواء، خاصة وهو متقدم بالنتيجة على ضيفه التعاون بهدفين دون رد. وفي قمة مباريات المرحلة، يخوض حتى مواجهة صعبة أمام مضيفه الحمرية، والفريقان لديهما الفرصة لخطف إحدى بطاقتي العبور إلى دوري الخليج العربي. سحبت في مقر قناة الشارقة الرياضية قرعة بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات في نسختها الرابعة بمشاركة 12 فريقا من إمارات الدولة السبع لفئتي الكبار والناشئين تحت 14 عاما، والتي ستنطلق خلال شهر رمضان المبارك من 8 وحتى 19 من مايو المقبل على صالة نادي الشارقة للألعاب الرياضية فرع الحزانة. ومع نهاية فقرتنا الرياضية، نعود إلى مريم المهيري لتستكمل ما تبقى من أخبار الدار.